طيب انا معايا الكابتن علاء صادق الناقد الرياضي. دكتور علاء مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ محمد، ومساء الخير لكل جمهورك الكريم، وحظ اوفر للجماهير المصريه ان شاء الله. انا الحقيقه يعني لا تثق في كلامي لانه انا ما شفتش الماتش ولا تابعته نهائي ولا اي دقيقه، ولا لسبب ان انا مع الهواء والماتش شغال، مش لاي سبب تاني يعني، لكن وان كان لدي اسباب اخرى لكن ما تابعتش. فممكن تعمل لنا تحليل يا دكتور علاء بعد اذنك، تدينا فكره وتحليل لطريقة سير المباراة وتحليل أداء المنتخب، وكيف كانت الهزيمة دي أو الخروج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل المباراة أشرنا في كل مكان إلى أن تشكيلة المنتخب المصري التي لعبت المباراتين الأولى والثانية خاطئة، وأشرنا إلى ضرورة إجراء عدد من التغييرات في تشكيلة الفريق، على رأسها استبعاد عبد الله السعيد. لكن فوجئنا بنفس التشكيلة بتبدأ كأن خافيير أجيري المدرب المكسيكي ده مش معانا خالص، وبدأنا المباراة بنفس ال11 اللي كانوا الأدنى أمام زيمبابوي والأدنى أمام الكونغو. ماشي، بدأت المباراة أمام 75,000 متفرج، ملعب مصري 100%. التحكيم من الجابوني إيريك الحقيقة مريحة قوي، يعني الحكم ما بيدكش حاجة فاتحة، إنها مريحك أي تلاحم فاول ليك، أي هجمة تقيلة فيها لمسة يبقى خلاص ما عندكش عذر، لا ملعب عذر ولا جمهور عذر ولا حكم عذر. تمام. إنما الشوط الأول فريق جنوب افريقيا اخطر جدا، اخطر جدا، لولا ان حارس المرمى المصري محمد الشناوي كان في احسن حالاته، انت تخرج في الشوط الاول خسران 3-0 او 3-1. خلاص انتهى الشوط الاول بسيئاته وعندنا فرصة اصلاح في الشوط الثاني. بدأنا الشوط الثاني بشكل افضل نسبيا، ولكن الخطورة الوحيدة اللي جات لنا من اللعبة الوحيدة الصح اللي عملناها، معقولة فريق بيلعب على ملعبه وله في 45 دقيقة لعبة واحدة صح؟ محمد صلاح عطاها حلوة قوي لتريزيجيه، تريزيجيه انفرد واهداها للحارس في ايده. طيب وبقيت ال 45 دقيقة، استحواذ بلا طائل، كرات كلها هوائية بتاعت كرة زمان بتاع كيك اند راش اللي هو شوت ويجري ده، خلصت الكرة دي أجيري المكسيكي ده جاي يعمل ايه؟ المهم الشوط الثاني كفة مصر ارجح ولكن بلا خطورة، لغاية اما دقيقة 85 اندفاع هجومي غشيم. يعني ايه اندفاع هجومي غشيم؟ يعني انت بتندفع وانت مش مرتب مراكزك ورا، اندفاع وارتدت الكرة بقى أحمد حجازي لوحده على 2 من لاعبي جنوب أفريقيا. كان لازم يبقى موجود في الوقت ده محمود علاء جنب أحمد حجازي أو طارق حامد بيغطي محمود علاء. إنما لا محمود علاء موجود ولا طارق حامد موجود. أحمد حجازي لوحده على 2، اتمررت الكرة من الأول إلى التاني، لورش انفرد وسجل بسهولة، وبعد الهدف كان فاضل 8 دقائق لعيبة منتخب مصر فقدوا تركيزهم وفقدوا حماستهم. محمد صلاح بعيد جدا 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 عن مستواه، عن لياقته، عن سرعته، عن اهتمامه. والنتيجة ان الماتش خلص بالنتيجة دي، وخرجنا مبكرا جدا جدا جدا.